أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلني وياكم منهم يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات، علو في الذات وعلو في الصفات. العلو في الذات، أدلة العلو في الذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، أدلة القرآن تنوعت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى، تارة بإثبات العلو وإثبات الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها من السنة بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية، جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى. بل السنة المتواتر، الإجماع أجمعت الأمة، العقل يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولا بد يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. الفطرة، قال أخبرنا يا أستاذ، عندما كان الأستاذ ينكر العلو ويتكلم بكلام حتى يصل إلى إنكار العلو، فقال له أخبرنا يا أستاذ عما نجد. ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. تقول يا رب، الفقير الآن يدق عليك أحيانا، الزجاج باب السيارة يدق عليك، ما تكلمه، تقول له هكذا يعني الله يعطيك. نعم،